يشكل استخدام الفضاء السبراني لنشر التطرف والأيديولوجيات एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट। بحثنا عن كثر الخصائب الكثيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية وسلاسل التوريد العالمية. لقد كنت أنا رئيس السيسي على اتصال وثيق خلال هذه الأزمة، وتبادلنا إرسال المساعدات الفردية اللازمة عند الحاجة، واليوم ناقشنا بالتفصيل كيف يمكننا أن نقوم بتعزيز سلاسل التوريد في الأغذية وصناعة الأدوية التي تضررت بسبب الجائحة والحرب الدائرة في أوكرانيا. كما اتفقنا على ضرورة زيادة الاستثمار المتبادل والتجاري في هذه القطاعات. قررنا معا أنه في السنوات الخمس القادمة سنرفع حجم التجارة المتبادلة إلى 12 مليار دولار سنويا. أيها الأصدقاء، نعرض أن تقديرنا البالغ لجمهورية مصر على استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بنجاح باهر وعلى جهودها في تأمين فورم میں بھارت اور ایجپٹ کا لمبا اور بہترین سہیوگ رہا ہے. ہم دونوں ہی انتراشٹریہ ویوادوں کے سمادھان کے لیے ڈپلومسی اور ڈائیلوگ کی آوشیکتا پر بھی سہمت ہے. ایکسلنسی، میں ایک بار پھر آپ کا اور آپ کے ڈیلیگیشن کا بھارت میں ہردے پوروک سواگت کرتا ہوں. میں آپ کو اور ایجپٹ کے لوگوں کو نئے سال کی شبھ کامنائیں بھی دیتا ہوں. بہت بہت دھنیواد.